علاقة حزب الله بتجارة المخدرات ليست حديثة العهد، فبحسب تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، بدأ الحزب التجارة منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي. لبنان عرف التجارة بعتقد مع بوادر الحرب الأهلية، حيث صارت تنتج فيه كميات كبيرة من الحشيش، خاصة في منطقة البقاع الشمالي أي بعلبك والهرميل. سهل البقاع اللبناني أحد معاقل حزب الله، حيث يعمل بعض من أتباعه في زراعة وتهريب المخدرات. اليوم تطورت الأمور، فبحسب مجلة فورين بوليسي الأمريكية، لم يعد لبنان مصدراً للمخدرات، بل محطة لتبييض مئات الملايين من الدولارات من أرباح التجارة القذرة، والتي تحولت إلى نشاط عابر للحدود تحت إدارة وإشراف كاملين لحزب الله. تجارة الكوكايين تمثل جزءاً كبيراً من دخل حزب الله، ويستغل الحزب مجتمعات المهاجرين الشيعة اللبنانيين في أمريكا الجنوبية وغرب أفريقيا من أجل ضمان نقطة اتصال فعالة بين كلتا القارتين. تجارة المخدرات العابرة للقارات تبدأ في منطقة الحدود الثلاثية في أمريكا الجنوبية. إنها منطقة معروفة تاريخياً بكونها مركزاً لتهريب الأدوية والمخدرات والأسلحة والبضائع التي يتم تهريبها من الجمارك لتباع في البرازيل، ويصل الأمر حتى للتجارة بالبشر. هناك الكثير من اللبنانيين والسوريين في هذه المنطقة، وفي القلب منهم الجالية اللبنانية الشيعية. من بويرتو إيغواسو في الأرجنتين، مروراً بسيوداد ديل إيستي في الباراغواي، وصولاً إلى فوز إيغواسو في البرازيل، مثلث ينشط فيه حزب الله منذ أكثر من 40 عاماً. فوفق تقرير أعدته صحيفة إنفوبي الأرجنتينية، يستخدم الحزب عشرات ملايين الدولارات في تجارة المخدرات وتبييض الأموال عبر علاقات مع منظمات الجريمة الكبرى في أمريكا الجنوبية. لفهم ما يجري فعلياً على خط الاتجار بالمخدرات، علينا أن نتحدث عن البيسيسي أو قيادة العاصمة الأولى، المنظمة الإجرامية الأكبر والمتواجدة تقريباً في كل أمريكا الجنوبية. هذه المنظمة على اتصال بأشخاص مهمين، وفي كثير من الأحيان يتحالفون مع منظمات ليس لها علاقة مباشرة بتهريب المخدرات من أجل تحقيق مكاسب مادية، وهم بالفعل على تواصل مع حزب الله. لا يقتصر تعاون حزب الله على البيسيسي، فالسلطات البرازيلية تعمل منذ سنوات على إثبات علاقة الحزب بمنظمة إجرامية أخرى لا تقل خطورة، القيادة الحمراء. هنالك تقارير استخباراتية من الشرطة البرازيلية عن هذا الارتباط، وقد تم الحصول على هذه المعلومات من مركز منظمة القيادة الحمراء في الباراغواي، حيث تحدثت عن تعاون مع الحزب، ولكن هذه العلاقة تتركز داخل منطقة الحدود الثلاثية وفقاً للمخابرات البرازيلية. تقارير أمنية تحدثت عن قيام الحزب بتحويل مثلث الحدود إلى مركز لنشاطه غير المشروع، معتمداً على بعض العائلات اللبنانية الشيعية المقيمة في المنطقة منذ عقود. ثبت أن هناك تحالفاً بين العائلات اللبنانية التي تدير جزءاً كبيراً من التجارة غير المشروعة، ومن الواضح أنها بدأت في مشاركة حزب الله برعاية وحماية الأموال التي تأتي من تجارة المخدرات.